نروح طبعا ليه كاملين معاكم لسه في مباراه توتنهام وفولهام في الدوري الانجليزي، واللي شهدت الوقوف دي احداد قبل انطلاق المباراه حدادا على ارواح ضحايا الحرب في اهلنا في قطاع غزه. والنادي اعلن التزامه الحياد بين الطرفين ومنع بشكل رسمي التلويح باي اعلام او اي لافتات سياسيه او دينيه بين الجمهور، ولكنهم في نفس الوقت التزموا بالوقوف دقيقه حداد على ارواح كل من ضحايا الحرب في المنطقه.